أين دفن النبي صلى الله عليه وسلم؟ في حجرة عائشة. حجرة عائشة قريبة من المسجد النبوي الذي بنى هو عليه الصلاة والسلام. لكن لو أتوا إلينا وقالوا إن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي والناس يتعبدون لله عز وجل في هذا المسجد، فهو حجة علينا لا حجة لنا، هكذا قد يزعمون. والجواب عن هذا من عدة أمور. الأمر الأول أن باني هذا المسجد من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذن البناء في حياته، فكيف يبني مسجده على قبره؟ هذا من المستحيلات. الأمر الثاني أن قبره عليه الصلاة والسلام لم يكن داخل المسجد في أول الأمر، وإنما كان مدفونا في حجرة عائشة رضي الله عنها، لكن لما وسع المسجد النبوي دخل في الحجرة في المسجد النبوي. وبالتالي لا يقال بأنه يجوز أن يبنى مسجد على قبر استدلالا بهذه الحادثة. لما؟ لأنه عليه الصلاة والسلام هو الذي بنى المسجد، فكيف يبني مسجده على قبره وهو حي؟ ولا يقال بأن دفن الميت في المسجد جائز. لما؟ لأنه عليه الصلاة والسلام لم يدفن في المسجد، إنما دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها، لكن مع التوسعة دخلت الحجرة في المسجد. ومما يدل على هذا ما جاء في الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام: ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة. إذن البيت لم يدخل، وإنما حد انتهاء الروضة إلى بيته عليه الصلاة والسلام. لو قيل جاءت رواية عند مسلم: ما بين منبري وقبري روضة من رياض الجنة، يقال هذا إخبار منه عليه الصلاة والسلام على أنه سيدفن خارج المسجد في حجرة عائشة رضي الله عنها. هذا على التسليم بصحة هذه اللفظة، لأن أئمة الحديث قالوا إن هذه ليست صحيحة، إنما الصحيح ما بين منبري وبيتي. ولذا المسجد إذا بني على قبر يجب أن يهدم المسجد، لأنه ما بني على تقى، والذي لا يبنى على تقى وجوده كعدمه فيستحق أن يزال كمسجد الضرار. الأمر الثالث في سبب وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده أن الأمة لم تجمع على إدخال حجرته عليه الصلاة والسلام في المسجد، وإنما جاءت قوة السلطة في عهد الأمويين فأجبرت المسلمين على هذه التوسعة، فنفذ الأمر حتى إن هذه التوسعة وصلت إلى حجرة عائشة رضي الله عنها، فانهدم الجدار فخرجت قدم، فرعب الناس يظنون أنها قدم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أخبرهم عروة بأنها قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حتى إن ابن المسيب وهو أحد كبار التابعين لم يرضى بهذه التوسعة. ومن ثم فإنه لا إجماع من الأمة على هذه التوسعة، ولو فرض أنه إجماع فإن الجوابين السابقين كافيان فيما يتعلق بهذه المسألة. ومما يدل على عدم الإجماع فيما بعد بأن هناك قاعدة أصولية تقول: لو أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا على قولين ثم جاء من بعدهم وأجمعوا على أحد القولين، أيكون هذا إجماعا معتبرا مع أن عصر الصحابة لم يكن فيه وفاق حول هذه المسألة؟ وكذلك الشأن في أي عصر تنازع فيه العلماء على مسألة فجاء من بعدهم من أهل ذلك العصر وأجمعوا على أحد القولين، أيكون إجماعا معتبرا أم يكون غير إجماع؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فبعضهم يرى أنه ليس بإجماع، ومن ثم فإنه لا إجماع معتبر في هذه المسألة لو حصل. وأما على القول الآخر وهو أنه إجماع، فإننا نقع في حرج حول هذا الجواب، لكن الحرج يزول إذا علمنا أن من بعدهم لم يجمعوا، بدلالة ماذا؟
بدلالة أن من جاء بعدهم اتفقوا على أن يجعل ثلاثة جدران مثلثة من جهة الشمال بحيث لو صلى المصلي لا يستقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم كما هو حاصل الآن. ومن ثم فإنه لا إجماع حول هذه المسألة، وهذا يعد الوجه الرابع، وهو أن القبر ليس في قبلة المصلين، لأن القبر أحيط بثلاثة جدران مثلثة، فلو صلى المصلي لم يكن مستقبلا لها. أما ما بداخل هذه الجدران الله أعلم بها. سؤال جيد، وهو أن هذه التوسعة لماذا لا تهدم ويستريح الناس من هذه الفتنة أو من هذه الشبهة؟ أولا يقال بأن الشبهة إنما حصلت لفئة من الناس ممن في قلبه زيغ أو هوى أو ترسب عقائد فاسدة من قبل، لكن من أنار الله عز وجل بصيرته وقلبه وسمع ما سمع من النصوص الواردة دل على أن قبره عليه الصلاة والسلام لم يكن مبنى عليه مسجده. الأمر الثاني أن الزمن يختلف عن الزمن السابق، فإن ذلك الزمن ما استطاع بعض كبار التابعين أن يردوا على قوة السلطة، فكيف بهذا الزمن؟ وليس المقصود السلطة التي عندنا، لأنهم حريصون على سلامة التوحيد، نحسبهم الله حسيبهم، ولكن المشكلة في ماذا؟ المشكل أن هذه التوسعة زيد فيها ممن جاء بعد الأمويين، فإذا هدمت ما الذي يترتب عليها؟ يترتب عليها شقاق ونزاع يحصل بين المسلمين. ولذلك لما غزلت بعض القباب التي كانت موجودة في الدولة العثمانية أو من وقت الدولة العثمانية حصل ما حصل من كلام ونزاع واختلاف، مثل ما حصل باتفاق الأمة على بقاء الكعبة على ما هي عليه. فهذه الكعبة ليست الآن مبنية على قواعد إبراهيم، ولذا عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر فنقضت الكعبة وجعلت لها بابين، باب يدخل منه الناس وباب يخرجون منه، ولا أدخلت الحجرة في البيت. فعدل عليه الصلاة والسلام عن هذه المصلحة من أجل أن لا تحصل مفسدة أكبر، والقاعدة في الشرع درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وإذا لما جاء انظروا إلى اختلاف السلطة ولكل وجهة هم وليها، لما أراد ابن الزبير أن يقيمها على قواعد إبراهيم عليه السلام وأقامها جاء الحجاج وقال للخليفة آنذاك، قال إن ابن الزبير قد لعب في الكعبة وعمل فيها، فأمره أن يعيدها مرة أخرى. فجاءت الدولة العباسية في عهد هارون الرشيد وأراد أن يقيمها على ما أقامها عبد الله بن الزبير، فاستشار العلماء آنذاك فقالوا: نسألك بالله ألا تجعل بيت الله لعبة للملوك، فتركت على ما هي عليه. ليس عجزا في إقامتها من حيث التكلفة المالية لا، ولكن خيفة من أمور تحصل. ولذا تصور لو أزيلت وجاء سلطة أخرى لربما عادوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكانه وتوسع الأمر.